دول يا اخوي، احنا ولا يترجم لك مكالمه صوتيه. تشاد بدباباتهم، غامبيا، نيجر، بتاديل اخواننا، ولو حصل لهم حاجه ندافع لهم، ولو حصل لنا حاجه يجونا. فزع افريقيا دي فزع بيناتهم، دي نمبرته. عشان تعقولها كده في حشاك، اقولها كده يا جنجويتي في حشاك، ده موضوع مفروغ منه. دي نمره واحد. نمره اثنين، الاتحاد الاوروبي وامريكا دعم لاوكرانيا ولا ما دعم لاوكرانيا؟ دنيا نهار ولا بالليل ولا اندر تيبل؟ دعم عديل، لانه قال لك ديل بني جلدتنا وندافع عنهم كويس ونديم سلاح، يعني حلال على الخواجات يدوا سلاح لاوكرانيا يحارب الروس، ولكن حرام علينا نحن اخواننا في تشات يدافعوا لنا طبعا. ها شوف 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 شوف, شوف المفارقات كيف؟ انا شوف كميه اللقط والتناقضات والمفارقات بين، يعني حلال على الاتحاد الاوروبي يدي لاوكرانيا على الهواء مباشره، شي طيران وشي صواريخ وشي كده وشي الكترونيات وشي تقول لي قال تشات خلي تشات يا اخي، تشات انهم كم مليونهم؟ كم هم تشاتين دير كم يعني؟ 20 مليون 30 كلهم تعالوا يا اخي، اصل التشاتين دير مش دير اخواننا، مش اخر لنا من الجنجبيل القجر دير، وتتكلموا كيف؟ ونحن لما البشير ده ضربنا خير التشات ده نحن مشينا يا دولة فري بور اوي، ولا تقولوا تلخص لي شمال يمين، ولا تقولوا تسمعوا لي كلام البشير ده نحن والله بتاع ودارين، ودينا المكالمة الصوتية ترجموا لنا والله، ونحن حكومة الدارين و يا اخوي هوي تشات تشادين اوي، لا اله الا الله تشادين كلكم تعالوا تعرفون الارض بيشيلنا، تعالوا كلكم تعالوا كلكم شك، لا تخلوا ولا سيسي وبناء عشان تتكلموا كيف؟ ده كلام فارغ صحيح. وانا شوف الرساله دي دايره يوصل للحكومه التشاديه ذاتها، اسمعوا الكلام ده كويس، الحكومه التشاديه الرساله دي ليك انت ذات في الحكومه التشاديه اللي بيشاهدوني ده، دي رساله نحن دايرين الحكومه التشاديه تكشف لنا، او لان ورساله للحكومه التشاديه والسجل المدني، انا ما اعرف هناك اسمه شنو، ها؟ السجل زي اللغه الفرنسيه تسمى بريفكتور يعني، وهناك ولا انا ما اعرف ايش. المهم لان احنا في السودان بنقول له سجل المدني، ان احنا نطالب الحكومه التشاديه والسجل المدني يكشف لنا الناس الموجودين مع الدعم السريع، يرسلوا لنا الكرت الدندتي، ها الكرت الدندتي حقهم ده كله بعبر الواتساب عشان ننشره بعبر السوشيال ميديا، ناكد انه الصور دي ديل الناس الراكبين في التطشيرات اجوا من تشات وقاعدين يقاتلوا مع الدعم السريع، حلال عليهم وحرام علينا نحن؟ يرسلوا الكرت الدندتي كويس؟ بتاع كل التشاديين الموجودين مع الدعم السريع، يعني حلال عليهم يجوا في دعم السريع يقاتلونهم كجنجويد، ها؟ ميليشيات الدعم السريع، لكن ده حلال عليهم، وحرام على واحد زرقاوي يجي من تشاد يدافع عن اهل الزرق الموجودين القاعدين في دارفور، انت قادر تفهم المفارقات والمعادلات كيف هنا؟ اوه يا زول بري بر عندك شغل يا زول، على الهواء مباشرة زي ما هم متكاشفين اكشف عليهم عديل ذات، حريقة في اي زول ذات، نكرر المكالمة الصوتية دي ونمشي لعدم عامل. وتسجيلات وشرح حاجة كثير جدا بالمناسبة، لكن في نقاط اثنين بس. نقاط بعض ابناء المكونات الاجتماعية اللي بتقطن تجاه قطر تجاه امبرو وغيرها والطينة، وكان بيتحدثوا بروتانا بصورة واضحة وصريحة، وبعد ذاك وصلنا ل ل ل ل وصلنا ل لشرح يعني لهذه التسجيلات. والشرح حقها كثير جدا بالمناسبة، لكن في نقاط اثنين بس، نقاط اثنين مهمة اتكلموا فيها الشباب ديل. اتمنى من الدولة، انا هنا بناشد الدولة وبناشد المكونات الاجتماعية انها تكون صاحية على الحاجة دي، لان المخطط ده ضدكم يعني. اول حاجة الناس دي او في التسجيلات اللي انا ممكن ارسلها هنا ذاتي، لكن بس ما عايز الكلام ده، في الشباب بيقولوا في التسجيل، والتسجيل ده بالمناسبة هو متداول يعني حتى عند بعض الجروبات بتاع ابناء المكونات العربية، انه فتشوا له لان هم جابوه من جروب مهم جدا بالمناسبه، لذلك هم بفتش لناس انه يعملوا له اكسبلينيشن يعني، او ناس يعملوا له انالايزنج ولا اي حاجه. المهم
الناس اللي حللت الموضوع ده او التسجيل، كان التسجيل بدور في، كان التسجيل انهم تسجيل واحد هو بدور في نقطتين وتسجيلات ثلاثه، احنا كلنا توصلنا على الشرح حقها او ترجمتها. اول حاجه الناس بتقول بنناشد الحكومه التشاديه، اسمع كلامنا كويس، مناشده الحكومه التشاديه لقفل الحدود وادخال قوه تشاديه الى المناطق المسكوره. ما بابا يا رب الله يدور فكك هذول، يعني احنا ذاته دايرين شغل يكون مكشوفه. طيب نمشي نمشي قدام شويه، شوفوا لي التطشيرات دي اول حاجه، الفيديو ده قديم ولا جديد؟ ده جديد، ده جديد جديد. الله اكبر، قال الله اكبر، انت تعرف الله يا اخي. جديد جديد، الله اكبر. الله اكبر، ايوه الله اكبر، موسى تلميذ، الله اكبر، الله اكبر، عديد اليهودي، الله اكبر، الله اكبر. ولا عندكم ما هو شغل ديل، خليه مرته ساكت، شفت عرفت كلامي؟ خليه يجوط ساكت، ها؟ تلقاهم كلهم تلب وجرو. انا داير اقول لك حاجه، دي لازم قاعده تغطى هنا في مخك. هؤلاء المستعربين بيحبوا الدنيا، بيحبوا النسوان، بيحبوا المال، ها؟ وبيحبوا الدنيا. ما بدوروا الموت. نهائي ما بدوروا. عرفت كلامي؟ شغله سخره زي ده، زي ما قال لما الكو يحمى واللسان يبقى دقيق، ما بيثبتوا. ودائما وابدا شنو؟ محل حامي ده، زي ما قال اخواننا التشادين، محل حامي زي ده ما بيريدوا. ها؟ محل حامض حامض حامي حامي ده ما بيريدوا. كويس، نمشي قدام. طيب اخونا ادم حامد نبسنا انا و مكه، تحياتنا لو مكه. كويس، لا لا، الناس قالوا جديد، الناس قالوا جديد، الناس قالوا جديد، الناس هنا بتحكم، والعدديه هنا اللي هي الغالبه، ما نفر ونفرين، العدد الغالب، لانه الكلام ده موجود معاهم في جروبات وما عارفين اي حاجه، ما محتاجين انه انا ذاتي يعني اوريهم في اللايف، بس هم بعض النقاط كده بيشيلوه وبقوا مارجين من اللايف. طيب طيب، اول حاجه انا رسالتي واضح للزغاوه وبري بر زي ما قال، فالباك والبراء بخنق يا جماعه، الناس تتعاون وتكون كتله واحده، تكون كتله واحده تمكن الناس شرق وغرب، دري يدوها هنا انت تدق تلفون بس، ما بالضروره الناس نيجوكم يعني. هذا قاعدين جبل مون هناك اتجاه سربه واتجاه صليع، تمشي غرب الجنينه بيغادي الناس، تمكن الناس، عرفت كلامي؟ شرق الجبل بيغادي، ها، تمكن الناس بس، تدق تلفون بس، انت ما محتاج. الو يدق يدوه بيغادي، يب 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 يمشي وين ما هم بيتجمعوا تجمعوا، صح؟ انتوا لما تقدوها 500 قده يعني موضوع بس. طيب ادم حامد جاب مكالمه صوتيه وقال في حرب قايم، وقال تدقوا طلقه لحاكم الاقليم، طوالي كسروا يده، طعنوا يده بسكين. طيب نجيبه لكم هنا اول، نجيب لكم المكالمه الصوتيه. انا طبعا داير افتح الدعاوي الليله على طول طوالي، وما داير اتكلم كثير، ودير لي نفرين بس ولا ثلاثه نفر نلخص الفيديو ونقفل على كده ومع السلامه. ما داير اطول في الفيديو لانه شنو؟ اللايف ده بالتحديد داير يوصل بس. طيب دقيقه، خليك معي خليك معي. يا هدى ادم حامد، كيف جدا. انا لا اريد ان اتحدث عن الحرب، ولكن اريد ان اتحدث عن الحلول، حلحله الازمات. الان في حكومه اقليم دارفور، في حاكم اقليم دارفور، وفي والي ولايه شمال دارفور. ما في يعني اسمه المكالمه الصوتيه ده، بعد ذاك بجيب لكم فيديو ذاته، ادم حامد ده بيجيب لكم فيديو دقوه في يده هنا، كسر يده. كويس يا هدى هنا كويس، وبرضه قال دقوا مني طلقه، برضه قال دقوا مني طلقه، ودقوا الوالي طلقه. يا هدى شايفينه؟ هشغل لكم الفيديو ده بعد هو قال شنو، هو طعنه في يده هنا،
طعنوا قرب يقتلوا. المهم زي ما قال الله جانا والله لطف وستر بعد ذاك انا خليك كمل لكم المقاله الصوتيه ده.